أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيد لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته.